نرجع لسؤالنا اللي ما بين الطاقة الإيجابية اللي بيعايزها خبير التنمية البشرية اللي ربما أراد بها اليقين أو أراد بها أن الإنسان يبقى واثق من إجابة الله ليه سبحانه وتعالى، ومن تذلل العبد اللي هو بيرجو ويتأمل ويقترب أكثر من ربه وهو بيدعو. نعم، هو طبعا ما فيش حد بيدعو ويلجأ إلى الله بالدعاء إلا إذا كان هناك يعني في كرب وفي شدة عنده، فده أمر اللي هي بتقوله أمر صحيح. فإحنا نسميش دي أصلا طاقة سلبية أصلا، لأن أنا الطاقة السلبية إن أنا بدعو أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا غير واثق من الإجابة أو غير واثق بأن الله سيفرج عني، لست على يقين بأن الله يسمعني. لا، إذن الطاقة الإيجابية عندما يصيبني هم أقف بين يدي الله وأنا واثق أن الله عالم بحالي. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ده تمام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أستجب لكم. إذن دي الطاقة الإيجابية عندما أدخل في الدعاء وأرفع يدي بين يدي الله سبحانه وتعالى وأطلب سؤلي وأطلب مطلبي، لابد أن أكون واثق بأن الله يعلم حالي وأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب، ولو بعد حين. وإن لم يستجب فقد يدخر لي ثواب هذا الأمر في الآخرة. عدم استجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء ده بتكون بتحدث إيه؟ حزن، كما الأخت كمان السائلة اللي بعدها بتقول لك كده، تحدث حزن عند الإنسان. طيب الله سبحانه وتعالى يؤجره على هذا الحزن في قلبه يوم القيامة أنه لم يستجب لدعائه، فإذا قد يدخر الله تبارك وتعالى إجابة الدعاء للعبد في الآخرة ولا يعجله له في الدنيا. يبقى مش لازم الإنسان وهو بيدعو بشيء لابد أن يتحقق عين الشيء، لا مش لازم، ممكن يتحقق بشيء آخر وممكن لا يتحقق بأي شيء ولكن يدخر للعبد في الآخرة.